أجدادنا ما تركوا مناسبة أو حادثة أو حتى ظاهرة طبيعية إلا وربطوها بقصة أو مثل ما بيتناقلوها الأجيال. فصل الشتاء بظواهره المناخية الكثيرة كان له حصة من هالقصص والأقوال المتوارثة. تمام رنا، ومعظمنا أكيد سمع بمصطلح مربعانية وخمسينية الشتاء وعن سعد الذابح وسعد السعود وسعد الخبايا، لكن الهال يلي بيعرفوا السبب وراء تسمية كل هاي الأسماء والقصص يلي بتحملها رح نتعرف عليها مع بعض مع الباحثة بمجال التراث وخبيرة التراث بوزارة الثقافة المهندسة رولا عقيلي. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك أستاذة رولا. يعني كلنا بنسمع يمكن بهدول المصطلحات، خلينا نقول شو هي الآلية اللي اعتمدوا عليها أجدادنا فعلا لحتى هنن يقسموا هي التقسيمة، يقسموا السنة أو يقسموا الأيام؟ هلا هي ما في آلية، هنن هي التقسيمات كانت نتيجة تجارب وخبرة وتراكم معرفة، لانه نحن بمنطقه زراعيه، بالزراعه كثير مهم تستنجي حاله الطقس مشان الزراعه. فنشات علاقه كثير قويه بين الفلاح والطبيعه، صار في صله وتواصل بيناتهم. قدر الفلاح بملاحظته الدقيقه اليوميه بمؤشرات طبيعيه خاصه فيه، بفراسته وخبرته، انه يعمل تقسيمات خاصه فيه، فعمل تقويم شعبي له، مثل هي بتفيكي تسميها رزنامه للفلاح، هو قدر يوجدها. تمام. انه بهي الفتره من السنه بتنزل المطر، بهي الفتره ما بتنزل حتى يعرف. تمام. في اشياء لازم يعتمدوا عليها وقصص ممكن تصير احداث خلال المناخ يلي ممكن نشوفه خلال السنه يلي بيحدد لنا كل فصل وكل طقس كيف رح يكون. فتنا نحن بالخمسينيه. ليش فتنا بالخمسينيه وباي تاريخ فتنا فيه؟ وخبرينا اكثر شو لازم نستنى نحن من هي الفتره. هلا الخمسينية بلشت من واحد شباط، يعني من يوم بارح. قبل شو كان؟ قبل المربعانية. المربعانية. هن المربعانية بعدين الخمسينية. الخمسينية من 50 يوم، يعني 50 يوم لأنه اسمها بدل إنه هي 50 يوم. بالخمسينية ننتظر الخير إن شاء الله، نتفائل يعني. مطر يعني ممكن. إن شاء الله هي الفترة الأولى منها بيكون برد، بعدين بالتدريج بخف البرد لنوصل للربيع ويخلص الشتاء. فهي هي فترة الخمسينية. هي مقسمة لأربع أقسام، هي فترة سعود يعني. هي أربع أقسام اللي ذكرناهم يمكن، اللي سعد الذابح. هي أربع سعودات، كل سعد هو 12 يوم ونص مشان تقسيم الخمسين يوم. تمام. 12 يوم ونص. طيب بكل سعد منه شو لازم نستنى؟ يعني بهذا السعد شو حيصير، بهذا السعد شو رح يصير، وهذا السعد شو رح يصير؟ هلا السعد الأول هو سعد ذابح، اوكي، من 1 شباط ل 13 شباط. شو رح يصير معنا؟ شو رح يصير بالطقس؟ شو مستنى؟ برد، سقعة، مطر؟ يعني ممكن نحن هدول الاشياء بنسمع فيهم واجدادنا بيعرفون رنا، بس نحن بجوز بتفوتنا هي القصص، انه اذا في مطر في سقيع، لازم نعرف هدول القصص للاشخاص يلي ممكن مثلا بيزرعوا او بيحبوا يزرعوا او بيستنوا شيء من الزراعه للموسم. صح، هي قصه كل كلمه سعود وقصه سعد هي في قصه بالموروث الشعبي القديم وراها. بتقول انه كان في شاب راعي غنم اسمه سعد، قرر يروح سفره مع الغنمات تبعه، فبنصحوه، كان يوميته الطقس دافي وطالع الشمس، فكر انه خلصت الشتاء. نصحوا ابوه كبار الاهل اهالي القريه عندهم انه ياخذ معه شيء ليدفي حاله، ما رضي. فهو خلال رحلته بعد ما قطع الضيعه بشوي بلش الطقس يبرد، نزل ثلج، فما قدر سعد غير انه يذبح، كان معه ناقه مع الغنمات، ذبح الناقه ليدفى فيها، ومنها طلعت كلمه سعد ذابح. لانه ذبح هي اول 13 يوم، هي اول 13 يوم فطلعت سعد ذابح. حتى في مثل بيقولوا انه سعد ذبح كلبه ما نبح، فلاحه ما فلح وراعيه ما سرح. هي اول 13 يوم، بعدين بيجي سعد بلع اللي هي من 13 ل 25. بهي الفتره سعد اكل من الناقه اللي ذبحها، ونزلت الامطار وبلعتها الارض بسرعه، فطلع سعد بلع يلي هي سعد بلع وطاب الماء وانبلع. تمام. لانه اكل من لحم الناقه يعني طبعا. الارض بهالفتره تمتص المطر بسرعه، المطر كثير فبتاخذها للامطار. سعد الثالث وسعد السعود، انه بعدين طلعت الشمس، بتقول القصه يعني الاسطوره القديمه، طلعت الشمس، انبسط سعد انه نجا من العاصفه اللي كان فيها، قطع اغصان الاشجار لحتى يتدفى فيها، فلقى المي عم تمشي بالاغصان. فطلعت سعد السعود اللي هو انه كان سعد مبسوط، وانه سعد السعود بيدب الماء بالعود وبيتدفى كل ما برود. هي هي القصه وراها. اخر سعد، سعد الخبايا اللي هي لغايه 21 اذار. هي بيقولوا شو بتتفتل الصبايا او هيك شيء؟ تماما. عم بتذكرون يعني هون بيكون دفي الطقس، فبتطلع الحشرات وكل
الحيوانات اللي كانت بسباتها الشتوي والحياة بتطلع من الأوكار لأنه نظام الصبايا مو نحن لا في هي بتساعد الخبايا بتطلع الحياة وبتتفتل الصبايا لأنه بيكون تمام. الطقس دفي وصار الطقس حلو ببلش بقى ب 21 الاعتدال الربيعي لأنه نحن وقت كنا بالمربعانية بيكون بداية الاعتدال بداية الانقلاب الشتوي تمام. يعني بيكون في أول يوم بيكون 21-12 صح بداية المربعانية من 21-12 40 يوم تمام. بتكون لأول الخمسينية لواحد شباط بيكون فيها الشتاء انقلاب الشتوي وبيكون فيها اليوم يعني أول يوم بالمربعانية بيكون الليل طويل والنهار قصير صح آخر يوم بالخمسينية ببلش الاعتدال الربيعي فبصيروا الليل قد النهار يعني بصيروا قد بعضهم تمام أوكي. ببلش يعني 22 عنا عيد النيروز صار عيد الربيع تمام يعني قديش حلوين هدول القصص وقديشهم فعلا هنن مثل ما قلنا الفراسة اللي كانت عندهم أو الملاحظة القوية اللي كانت عندهم هنن قسموها بدون خلينا نقول كتير علم أو كتير معرفة يعني هنن قسموها على التجارب وعلى كل شيء بالأمثال تبعهم بتلاحظي إنه مثلا بالمربعانية ما دائما كتير برد لأنه مثلا بالأقوال اللي قالت على المربعانية إنه يا شمس بتحرق يا مطر بتغرق فهي هيك وهيك أيام ماطرة كتير أيام بيكون أقل المربعانية يا بتربع يا بتقبع فكل هاي الأحكام القديمة اللي بيقولوها هي نتيجة ممارستهم وطقسهم اللي كانوا عم بيمروا فيه فما دائما عم بيكون البرد بكل الأوقات تمام فيها. كمان يعني استاذه رولا عم نسمع كثير بايام بيسموها ايام العجوز الحصوم سقوط الجمرات نحكي صح. عنهم بشكل سريع شوي هلا في بقلب الخمسينيه في سبع ايام هن الايام المستقرضات او ايام العجوز هن اخر اربع ايام بشباط واول ثلاث ايام بآذار سموها مستقرضات لانه شباط اللي هو اقصر شهر بالسنه بيقترض من آذار ثلاث ايام لطول الامطار بهي الفتره اوكي وسميت أيام العجوز كمان في قصة وراها أنه كان في مرة عجوز عندها ست أغنام راحت ترعى أغنامها بالوادي كمان كان الطقس دافي وما في أمطار وفكرت أنه خلص شباط فصارت تغني وتقول فات شباط الخباط وما أخذ مني لا نعجة ولا رباط وضربنا على ظهره بالمخباط هلأ القصة بتقول أنه شباط حس بالإهانة وزعل فاستنجد بآذار قال له آذار يا ابن عمي ثلاثة منك وأربعة مني لنخلي العجوز بالوادي تغني فبتطلع سيول كتير كتير قوية بتجرف العجوز والغنمات تبعها وهي بتقول هون قصة كمان يعني هي القصص القديمة الحلوة منها طلعت تسمية أيام المستقردات أيام الحصوم هي 6 إلى 8 أيام بتكون 11 آذار بتبلش بيكون فيها الهواء قوي وبيصير فيها تلقيح النباتات بهي الفترة هدول القصص كتير حلوين كتير مميزين في الجمرات والجمرات الجمرات هنين ثلاث جمرات سقوط الجمرة الأولى ب 20 شباط يلي هي الجمرة الصغرى أو جمرة الهواء بحسوا الناس بدفء الهواء بهي الفترة الجمرة الثانية بتسقط ب 27 شباط بيصير بحسوا الناس بدفء الماء هي جمرة الماء الجمرة الثالثة جمرة الأرض بستة آذار بيصير بتحس وقت الأرض بتصير الدافية وبيشعر الناس بدفء الأرض تماما وكل هالأمور اللي عم نحكي عنهم هن داخلين ضمن التراث المادي لكل أكيد. حضارة كانت موجودة خلينا نحكي عن المشروع اللي عم تقوم فيه ومديرية الثقافة للحفاظ على هاي الإرث الموجود ضمن البلد هلأ هاي التقسيمات وهي القصص بألفاظها وحكمها والأمثال تبعها هي جزء من تراثنا اللامادي تراثنا اللامادي اللي مقسم لخمس أقسام هو التراث الشفهي والتقاليد والعادات الشفهية بما في ذلك اللغة في فنون وتقاليد أداء العروض في عنا ممارسات اجتماعية وطقوس واحتفالات وفي الممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون اللي بندرج ضمنها هلا اللي حكيناه العلاقة بالطبيعة والكون والحرف بكافة أنواعها هذا التراث اللامادي هو جزء من هويتنا فنحن هويتنا اللي هي مستهدفة بالعولمة وبالحرب اللي صارت على سوريا الحفاظ على هي القصص على هي الحكاية القديمة توثيقها حفظها نشرها للمستقبل مشان تصير الأجيال تسمع فيها هو كتير كتير أمر مهم ويتم تناقلها وتكون موجودة تمام. دائما يعني هلا نحن عنا جيل ما عم يسمع بهدول القصص اللي عم بتصير لازم نحن نحاول هي جزء من تراثنا تمام كونه نحن هلا صار اعتمادنا على السوشيال ميديا بجوز ما يخطر لبال أي طفل انه هو يفتح ويدور ويقرا ليش تسموا نحن نحاول نرويها تمام. ونخليها تعلق بذاكرته ختاما ما ضل غير نتشكرك على وجودك معنا ولكل المعلومات اللي قدمتيها يسعد صباحك اهلا وسهلا صباح الخير شكرا كثير شكرا لك استاذه رولا